علاش هاد الحكومة ماشي صارمة مع في المجال ديال المخدرات؟ علاش حزب البام الذي ننزهه وننزه قيادته وقواعده وأعضاءه وننزهه من أي حاجة خايبة، ولكن حقين تسأل انتم طلبوني يقول لي غاش فين بان لك هادشي؟ علاش ماشي صارمين تجاه المخدرات؟ علاش كاين ربما واحد النوع من التساهل؟ ماشي حيت حنا عندنا سوء الظن، انا اربأ باي عضو كننزه الحزب، ولكن انا صحفي انبه واطرح ونتمنى نلقى من يطمئننا. غتقول لي اعطيني يا المهداوي الادله، خذ عطيكم ثلاثه ديال القرائن خلات قلت انا مال هذا الحزب كيتساهل مع الحشيش مع تجار الحشيش. مثلا كنقرا البلاغ ديال الحزب ديال البام بخصوص صلاح ابو الغالي، كيقولكم في القضايا التنظيميه الحزب توقف المكتب السياسي عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصه لا علاقه لها بالمال العام. تتهم السيد صلاح الدين ابو غالي عضو المكتب السياسي والقياده الجماعيه للحزب بشبهه ارتكاب خروقات للنظام الاساسي للحزب وتمس بقيمه كما تخالف ميثاق الاخلاقيات الذي صادق عليه الحزب، فقرر المكتب السياسي باجماع اعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقياده الجماعيه. هنا كنطرح سؤال، بيوي والناصيري كانوا كيمشيو عند الشرطه القضائيه كيسمع لهم، القضاء المغربي القضاء وفي تهمه خطيره ماشي نزاع مدني، هذا ديال ابو غالي غير نزاع مدني، وانت قدرتي كحزب جمدوا عضويته والاخر عرفتي نزاع بين نزاع عرفتي في مخاصمه القانون الجنائي. شكون اللي اخطر، نزاع المدني فرض مع فرض ولا فرض في مواجهه القانون الجنائي؟ القانون العام مواجهه المغاربه، علاش الناس كيمشيو عند الفرقه الوطنيه وما جمدتولهمش عضويتهم؟ وهذا غير السيد مع بيناتهم علاقه تجاريه ما عندها علاقه بالحزب، الحزب اتخذ قرار. علاش البام ما اتخذ قرار بيه والنصيري حتى اصبحت المتابعه والاعتقال الحيحه؟ ولكن كانوا عارفين انهم كيمشيو ويجيو، كان معروف. واش الناصيري لحقوا شدوا بيه وراه سمعت لهم الفرقه جلس الاول سير واجه سير واجه سير واجه. علاش هنا ما تدخلش الحزب هذه اللحظه؟ والامر كيتعلق بتجاره المخدرات اللي هي اكثر من نزاع مدني. واش كاين الصرامه؟ قارينة الثانية خطيرة، علاش تجار المخدرات على الصعيد مثلا الداخلي استفدوا من العقوبات البديلة؟ علاش تمتعوا بالعقوبات البديلة؟ تجارة المخدرات مخربة العقول، يعني التجار الوطني هاد الناس اللي كيعمروا السواق واللي مكرفصنا ومكرفصنا، شحال ديال العذاب كاين في تجارة المخدرات في المغرب؟ موظفي الحبس خدامين، الوكلاء العامين خدامين، البوليس خدام، الجندارم خدام، الاسر مساكن. تصور هاد التجار اللي كيغرقوا السوق الوطنيه بالحشيش يستفد من عقوبات بديله. ها القرينه الثانيه. القرينه الثالثه وهي اقوى او على نفس الدرجه من القوه. علاش كيستافدوا من العقوبات البديله وعندها علاقه بهذه القرينه اللي عملكم الثالثه؟ التوجه العام اللي كان في الدوله المغربيه تاريخيا. كان تاجر المخدرات من كيجي وكيعطيه الصلاح المؤقت القاضي ما كيخرجش المغاربه. عندك تجاره المخدرات والمس بالمقدسات حتى تطعن النيابه العامه. شوفوا التشريع اللي جا دابا في هذه الحكومه مع السي وهبي ومع السي، شوفوا تجار المخدرات الامتياز اللي ولا عندهم. غنقرا لكم ماده باش ما تقولوش عا كنظلم. هالماده 181 في الوضع السابق قبل ما يديروا هذا التعديل دابا. تقبل مقررات الافراج المؤقت الصادر عن المحكمه الابتدائيه الطعن، تقبل مقررات الافراج المؤقت الصادر عن المحكمه الابتدائيه بالطعن باستئناف لغايه نهايه اليوم الموالي لصدورها. سمعوا المغاربه، يستمر اعتقال المتهم احتياطيا خلال اجل الاستئناف المخول للنيابه العامه سواء استعملت هذا الحق ام لم تستعمل في قضايا الجنح التي لها مساس بمقدسات البلاد او التجاره غير المشروعه في المخدرات. كيبقى السيد مشدود. نعاودها، يستمر اعتقال المتهم اللي كان شي واحد في الحشيش معتقل احتياطيا يستمر اعتقال خلال اجل الاستئناف المخول للنيابه العامه، عندها واحد الاجل في الاستئناف واخا القاضي يفرج عليه تم الافراج عنه كيبقى معتقل داخل ذاك المده اللي النيابه العامه خصها تستان فيها سواء استعملت هذا الحق او لم تستعمله في قضايا الجنح التي لها مس بمقدسات البلاد او التجار غير المشروع في المخدرات، غير انه يمكن ان يفرج عنه حالا الى وفق وكيل الملك. النيابه العامه عطات الافراج، عفوا القضاء اللي جالس الجالس عطاه السيد يمشي بحاله تم الحشيش. وكيل الملك جالس هنا
قال اوكي قبلت هذيك واخا يمشي بحالاته. الا ما قال والو كيبقى كيشعر الحبس، تيبقى مجدود في الحبس داخل ديك المده كاع كامله اللي عندي ما يخرج حتى تسال هذيك المده. هذا هو الوضع. شنو كيعطيك هنا التوجه التاريخي كي دايره حنا في راه شوفوا دابا المشروع اللي جاب اخنوش ونزار وهبي. شوف شوف راه شوف باش اذا شو الماده دابا اللي حيدوا هذه وجابوا هذه الماده؟ اش كتقول هذه الماده؟ تقبل مقررات الافراج المؤقت او رفع المراقبه القضائيه او تغيير تدابيرها الصادره على المحكمه الابتدائيه الموالي لصدور وتبت في الاستئناف غرف الجناح. قال لك اسمعوا المغاربه، يوضع حد الاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبه القضائيه المتخذه في حقه اذا قضت المحكمه بالافراج المؤقت او يرفع المراقبه وذلك بالرغم من استئناف من النيابه العامه ما لم يتعلق الامر بجرائم امن الدوله او الارهاب. طارت المخدرات صافي صافي. في الوضع السابق اللي عشنا دي سنين احنا وعايشين في المملكه المغربيه مول الحشيش ما كيخرج داخل اجل النيابه، لا دابا غير ينطق يخرج بحالاته النيابه العامه تسامح. هذا تساهل لا ماشي تهسؤ. لماذا علاش هذا التوجه ولا دفع هذه الحكومه مع تجار المخدرات يستافدوا من العقوبات البديله؟ جوج انهم يخرجوا ماشي بحال القانون السابق، علاش بان لهم هذا التشريع زعما معاه؟ ثلاثه الا كان متجر المخدرات كيمشي ويجي عند الفرقه الوطنيه وخا يكون رئيس جهه وخا يكون ما كيهضر مع حد حتى تجي المتابعه. نزاع مدني صغير بين سيد وسيد ما عنده علاقه لا بمال عام لا بحزب كنجمدوا له العضويه. ما عنديش حق وقيلا نقول هذا الشيء ياك ياك ما اسيء لكم عاوتاني. عيطت للاستاذه المحترمة الموسيقى الحزب فاطمة الزهر المنصور، اتصلت بها تاعي الصباح والو كتبت لها رسالة معك موقع كما درت معك موقع بديل والو. دابا 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 كيقول لك المهدي الصحافة في المغرب كيفاش انت دابا تصور وزير وفايت انا هضرت انا السيدة الوزيرة عارفاني وعارفة عارفة رقمها ماشي يقول لك ما عندهمش لا جاوبتني واحد المرة واتفقنا ندير واحد المادة ولكن ما كتبش انا ما غاديش نسيء بها الظل لظروف ما من بعد بقيت كنتصل بها والله ما بقاتش كتجاوبني وعلى اي ربما تكون مشغوله ربما كنحسنوا بها الظن السيده الوزيره المحترمه ولكن دابا قولوا لي مسؤوليتي دابا انا الادبي كيفاش نخدم في هذه البلاد كصحابي نعيط لك ما تجاوب عندنا هاد المعطيات كيفاش كتحبس كتجمد شخص عضو وحاجه بعد اخرى خطيره جدا اسمع يا الشعب المغربي هادشي اللي نقول لكم قريت البيان ديال المكتب السياسي ديال با ناري 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 خطار هادشي خطار خطار خطار. بعدا علاش بعدا ومشيت كنقرا حتى المواد علاش هاد السيد جمدوا له عضويته ضرب خطير جدا للقانون ديال الحزب لا النظام الاساسي ولا ضرب خطير بكل قريت شي مواد كتبهم داك صلاح ابو غالي بالمناسبه دوك صحابكم كندافع على السيد يقدر يكون السيد زوين يقدر يكون خايب يقدر يكون خايب هنا يقدر يكون خايب شي مجال ما كندافعش عليه يقدر تلقى خايب شي مجالات اخرى الله اعلم ولكن حنا ندافع عن الحق. لقيت داك الشيء اللي قال دخلت الحزب باش كنقرا ذبحت الماده 14 ذبحت الماده 13 ذبحت الماده 88 ذبحت الماده 109 اربعه د المواد ما عندهمش حق يجمدوا ما عندش الحق القياده تجمد لا حق لها ما عندها حتى شي اساس لا دستوري لا يذبح القانون المغاربه. تبع الحزب اللي كيذبح القانون يذبح الشعب ولا ما يذبحوش؟ الذبح رمزي عاوتاني. واش الحزب اللي ما كيرحمش ولده؟ وعباد الله الملك محمد السادس كيهنئ ثلاثه القيادات ثلاثه على بحال بحالهم قادين واحد غير كيلعب دور التنسيق اللي هي وتصور الامين ما عرفتش كيقولوا ديك يخلفوا نفسه كنقولوا مثلا سعد قيس سعيد يخلف نفسه ولا تبون يخلف نفسه شي حاجه بحال شي ديكتاتور كيخلف على راسه ولا كيكون هو كيدير كل. دابا انا بغيت عارف فهم هذه الصوره ديال فاطمه الزهراء دابا جمدت راسها وبن سعيد جم حيت هما ما يمكنلكش يجمدوا بعضياتهم هما واحد واخا قياده ثلاثيه ربما خذوا ثلاثيه ما تيقنش فيهم ولا ما تيقنش فيها ولا ما تيقنش في بن سعيد قالوا ماشي حضي شي ولا ربما شي واحد كان باغي شي شخص اخر بلاصه ابو الغالي يقدر يكون انا الله اعلم ما عندناش معطيات ولكن ربما يكون ذاك سمير كودار حيت سمير كودار كاين واحد الصوره غريبه الاطوار اثارت انتباهنا في اباني ولكن ملي دابا ملي جاب ابو الغالي كيفاش انت غتمشي تلاقي قياده الاغلبيه نزار واخنوش وغتدي معك سمير كودار وغتخلي كيفاش بن سعيد قبل هذه الاهانه وكيفاش ابو الغالي قبل هذه رغم ان ابو الغالي قال لك تما بدا معايا الصداع قلت لها راه بصح راه ماشي معقوله يا الملك هنا واحد جوج وانت غادا بواحد ما هنوش الملك
واش هكا غنطلقاو بالعمل الحزبي؟ علاش؟ ويوقع هذه ما مأكدناش منها. قال لك ان السبب قالت لهم هو ابو الغريب تيقول لهم ندير واحد اللجنه باش نختاروا الوزراء، ما تبقاش تجي تختاري الوزير اللي بغا. هذه طريقه ديمقراطيه طرحها السيد، رفضت. انا ما كيهمنيش ابو الغالي، يقدر يكون عنده حوايج اخرى شغلو هذاك، ولكن من النصوص اللي مشيت كنقرا لقيتها هي انا كمغربي بيناتكم بيناتكم نتوما، ولكن من تقيسونا شي حوايج القانون غنقول لكم لا. وشنو هادشي دابا؟ شنو هادشي؟ يلاه شحال بغيتي شحال بغيتو نقرا عليكم السي لاله فاطمه؟ يلا ها انت الماده 14، تصدر اللجنه الوطنيه للتحكيم الاخلاقيه تقرب التجميد العضويه في حق كل منخرط بالحزب صدر في شانه قرار قضائي مكتسب قوة الشهر المغربي من اجل جنايه او جنحه. وهذا نزاع مدني ما عنده علاقه لا بجنايه لا بجنحه. زيد الماده 13 عاوتاني، يمكن للمكتب السياسي التجميد العضوي لاحد اعضاء الحزب وتوجيه انذارات في حق كل منخرط يختص بالاحاله على اللجنه الوطنيه للتحكيم والاخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل ما من شغل مهمه انتدابيه او نيابه حركه مواجهه متابعه من اجل. يا عباد الله هذا القانون كيتذبح. الله الاستاذه هذا القانون يذبح 106 كذلك. يجد المكتب السياسي اعتزازه بميثاق الاخلاق الذي صدق عليه المجلس الوطني للحزب خلال دورته، ويدعو جميع مناضلته الى مواصله تملك روح وبنفس الاراده. يدعو عادي بعد هذه لا لا هذه ماشي من النص، هذه بعد مقطع عندهم في في البلاغ اللي داروه البام البارح. سمعوا الغرب اش كيقولوا على بركيران كينكو؟ يجدد المكتب السياسي اعتزازه بميثاق الاخلاق الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب خلال دورته الاخيره، ويدعو جميع مناضلاته ومناضليه الى مواصله تملك روح مضامينه وبنفس الاراده. يدعو بعض الفرقاء السياسيين على بركيران زعما الذين زاغ صراعهم السياسي عن المسؤولية والاحترام الواجب لخصوم السياسيين إلى التحلي في خطاب الحد الأدنى من الأخلاق والارتقاء بفعلهم السياسي. هذا ماشي وزير عدل، هذا وزير فساد، وليس من المعقول أن يبقى وزيرا في حكومة أمير المؤمنين، ليس من المعقول. دوني سي دوني، روبروندر سي فولي. أسي أخنوش فوزيت أن فولر. والله بن كيران تيقي خنفركم، والله بن كيران تيقي عاود لكم الطرابي. ايوا عرفتي اش نقول لكم هكا؟ وتا حنا الصحفيين والطوجني ندعو الطوجني وندعو خا حنايا خطابنا راقي وحضاري حضاري الى والله ما تلقاو جرام في خطابنا، لا انا لا الطوجني لا العمراني لا تيجي اي واحد، خطاب مسؤول فيه الاخلاق. ما انتم السياسيين راه ما كاينه غير القذف، والله ما تقدوا حيت حنا صحفيين محقورين في هاد البلاد، ما عندناش اللي يحمينا، حنا ما عندنا لا هيئات ما عندنا حتى حاجه. اما بن كيران عنده الاذرع ديالو الشبيبه، وعنده الشبيبه، عنده الحزب ديالو، وعنده البرلمانيين ديالو، وعنده عباد الله ديالو، وعنده الحركه ديالو. كتخافوا منه، اتهمكم مباشره بتجاره الام. حنا لا حاشا ولا يتمثل. بن كيران قال لكم ربما وسطكم تجار المخدرات، وتا شي واحد فيكم في البام ما قدر يخرج، قاس لكم دمتكم الاخلاق، شكك فيكم المغارب. ما حنا والله ما نقدروا ولا عمرنا شك، والله ما قدرتوا تهضروا معاه، والله ما تقدروا تهضروا معاه، والله ما تقدروا تمشيو للقضاء معاه. ولكن حنا لا، طوجني مسكين مواطن بسيط. على ذكر الطوجني، واش المغاربه عمركم شفتوا شي واحد تحكم بربع سنين ديال الحبس دوز على 6 اشهر وخرج بعفو ملكي؟ الملك من حقه كيعفو في 6 اشهر في السيمانه الاولى في الحراسه النظريه، هذاك حق لجلالة ما كنناقش انا. سؤال جوهري، انا راه دوزنا الحبس وكانوا معانا الناس كاتبين 10000 ديال طلبات العفو ما عندهم سوابق ضريفين وغزالي وما دار فيهم حد ولا ما جاتش نوبه، لماذا الطوجني 36 شهر خرج؟ عندك كيقول لك كانوا راه كيروجوا حق دخلوا فلان دخلوا فلان طلب له فلان. هذا غير كيغطيو على واحد الحقيقه اللي انا كنظن صحيحه وراه قالها طوجني وانا معاه. ملف ديال الطوجني دورس في الديوان الملكي جهه ما والمؤسسه الملكيه وجلاله الملك صحح الوضع ديال الطوجني. انا هكذا قناعه غيبقى هكا تنفهم، حيت انا دوزت الحبس وكنعرف الحبس. ويه 6 شهور تعطي، جا القاضي عطاك 48 شهر ديال الحبس، ما ضربتي العام ما ضربتي العامين ما ضربتي، حيت كاين المغاربه بزاف في الحبس، كلشي كيغوت، كلشي شحال واحد ديال طالب العفو، علاش هذا غير 6 شهور؟ ايوا هذه رأي الشارع ملكيه.
من وراء الإشارة الملكية نظن توما تحركوا الحكومة باش يخرج كاين واحد مع نفس الملف نفس نفس فاخلوش نفس وهبي نفس هما النيت كاملين. وتصور راه عباد الله عيد العرش نهار 30 العفو النشاط 31 الإجراء دار الإجراء من فبراير ما دار والو كتقلب يمكن 31 جوج دار إجراء ثلاثة تسريع ماذا جرى؟ وتقادم الملف هذه اللي زوينه هذه بعد على الاقشاع بيقور الملف تقادم ملي لقاو راسهم الصحافه والنشر فيه التقادم دوز القانون الجنائي. المهم خصنا حل علاش راه عيد صروا المغاربه من بعد تخرجوا اصحاب العفو عتنوض الحيحة خصنا نخلعوهم شكون المهداوي راه هو اللي معروف تابع القانون الجنائي ديما انا شطابه في 2017 انا شطابه دابا انا شطابه خلعوا بيا عباد الله يلا حسي السي السي البام على لاله فاطمه كتعطيو الدروس. ولكن عندي معكم واحد النقاش على لاله فاطمه هنا في هضره بعض الفقرات ندوزوا هذه بعدا. سمعوا المغاربه اش كيقولوا وبنفس الاراده يدعو بعض الفرقاء السياسيين الذين زاغ صراعهم السياسي عن المسؤوليه والاحترام الواجب لخصوم احترام. انا قلت لكم كديروا الحشيش حاش انا عبد اللطيف وهبي شفت سميتو في محاضر باقي الملف والله ما قدرت نجبد سميتو والله ما خايف منه اخلاقيا حيت عارف هذه تهمه خايبه ولا كان داك البرا هذاك الماليا بغى ياديه فابور فتحفظت ابدا كان ممكن يكون عندي سؤالية قال وهبي والله ما عمركم تلقاوني جبدت وهبي ونهار اللي جبدوا الناس القشع قلت لهم لا لا يوجد القشع اخلاقنا كيفاش داير ها هو بن كيران قال لكم يلا وشاباط وعبد الحميد الجماهري قال لك اتفقوا هلم علاش ما قدرتوش تهضروا مع عباد الله علاش 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 ودابا تقولوا فرقاء السياسيين كتقولوا بن كيران الفرقاء السياسيين واحترام دابا انتوما لاله فاطمه وهاد الاخوه اللي بعض الفرقاء الاحترام الواجب لخصوم انتوما لاله فاطمه انتوما كتحترموا المغاربه غنسولك ملي كتقولوا انتوما المغاربه الا درنا لا دي ان لكل مغربي غنلقاو جاروره 20 واحد عرفتي في قصته هنا قولي يا فاطمه انا خاطرك انتوما كاملين حيت انت هنا هذا البلاغ اللي درتو البارح تبنيتو السي وهبي في قانون المسطره بان بانه هذا الشيء اللهم لا ما جانيش الشكوك بانكم كتغازلوا شي جهه ما هي اللي ورا هذه المشاريع القوانين اللي ضد الحقوق حيت غريب هذا الشيء اللي قلتي على مشروع قانون المسطره انا جاي له لا فاطمه والسي بن سعيد والاخوان